عليكم، توقعت عليكم المجلس البلدي والسلطه المحليه في شخص هذاك القايد. هذاك القايد اللي جا هدم البراك عليكم صحه، واش كتعقلوا على هادشي؟ واش كتعقلوا على هادشي؟ انا ملي كنتفكر هادشي راه كتشدني البكيه. لو كنا في هذا الوقت هذا راه حتى واحد ما غايدير، ولكن راه شنو عليكم حرب، شنو عليكم حرب. وهذيك الشقه خصكم تاخذوها فاطور على وداك، انا هذيك الارض اللي خلاوها دابا هي خاويه راه ماشي ديال البلديه، هذيك الارض راه ديال مواليها وكياخذوا دابا الملاير 3.5 مليار يشدوا حاميدات. علاش ما يحيدك انت منها ويبيعها هو ويشد فلوسها؟ علاش؟ شنو السبب؟ واصل تمارا، اصل تمارا هي دوار صحراء ودوار جديد. لو كان مكان دوار صحراء ودوار جديد حتى واحد ما يجي تما، حتى واحد ما يجي تكون تما. فلهذا هاد الناس هاد راه توطؤوا علينا، توطؤوا يعني بواحد يعني راه شابكوا علينا وطحنونا. فين هي المليون ونص ديال با؟ انا مليون خلصوا با فينا؟ وشنو غيعطيني لك دابا؟ كتمشي للقابضه كتقول لك لا ما نعطيكش، سير شد البقعه ديالك. فينا هما فلوسنا؟ شكون داهم؟ فينا فينا هي؟ فينا هي؟ فينا هي؟ خاصك تسمع تسمع. كنشكرك كنشكرك على الغيره ديالك. شكرا 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 صحافي. ومن هذا المنبر الله يرحم ليكم الوالدين، راه حتى واحد راه حتى واحد ما يتزيد عليكم. صافي شي راه لا قسم الله هذيك الشقه ها بلاتي شي لا قسم الله هذيك الشقه راه غاتشدها غاتشدها، ولكن لا طالب بالبقعه ديالك. علاش غيحيدها لك؟ علاش؟ ما هو اللي توطع عليكم هو محرج ذلك، كنحملوا المسؤوليه. علاش غيتواطع علينا؟ علاش؟ حنا ولاد تمارا زايدين في تمارا. انا خويا الكبير اللي كتعرفوه من باب عنده 60 سنة زايد في تمارا، زايد في تمارا. علاش غيتواطع علينا الانسان؟ علاش؟ يلا يلا دابا حنا دابا راه الامور خرجت على التسميح. الله يرحم الوالدين. اولا هذا حضور كريم، ننبه هذا واحد التنبيه الله يخليكم. هذه المداخلات حنا ماشي في حلبه، حنا اولا في ندوه ما كنتزايدوا على حد. هاد الاساتذه مشكورين، هاد الرئيس عنده التزامات وجا، ثم السي عادل راه قال لكم قبل باش تفهموا، باش تفهموا السي عادل تشيكيطو البرلماني اللي كان مناضل معانا وكان كيجري معانا ايامات الشريع وصل قبه البرلمان والتشريع وعرف اش وقع في طنجه. ياك عرف اش وقع في طنجه؟ قال لكم كانت امور اللي جابت هذا السياق واللي تحكمت فيها ونزلت على الرئيس. بمعنى انا غنوضح اكثر، اسمح لي الله يخليك غادي نكمل. بما ان الرئيس مع الوزاره مشاو في البناء العمودي، كان هذا هو البرنامج ديال البناء العمودي في المغرب. صافي حنا ما شغلناش اليوم، كان اليوم كندبروا العمليه من الواقع اللي كنعيشوه. 10 سنين دابا داز 10 سنين، انا في نظري اللي وقع وقع. وانا كنقول لكم انا الضد ومع اللي كيقول سكن اللايف واخا يكون نص مترو على نص مترو، نص مترو على نص مترو. انا كيعرفني من قبل.